مساء الخير على كل جماهير مصر، مساء الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي، مساء الخير على يوم نصر عظيم، يوم مش ممكن هننساه، يوم تاريخي، يوم الكرامة للشعب المصري، يوم مستحيل ولا واحد يقدر ينسى ذكرى حرب 73، لأن هي دي كانت الأساس، وده كان النجاح، وده كان العبور لمصر الجديدة، لبلد من خسارات كتيرة إلى انتصار عظيم برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية السيد أنور السادات، اللي كلنا عندنا فخر وعزة وكرامة بسبب هذه الحرب. معانا النهاردة اتنين من أبطال الحرب واتنين من أبطال النادي الأهلي. معانا اللواء سيد مصطفى، أحد نجوم النادي الأهلي في عصرها القديم، وبرضه كان بيحارب في حرب 6 أكتوبر وجميع الحروب المصرية قبل كده. سيادة اللواء مساء الخير، منورنا. مساء النور يا حبيبي، ربنا يكرمك. بجد منورنا وسعداء ان يكون معانا النهارده. الله يكرمك يا حبيبي، ربنا يكرمك. ومعانا اللواء كمال الأليوبي، احد ابرز نجوم كرة اليد وفي العصر القديم، وايضا حارب في 6 اكتوبر وحارب في الحروب اللي قبل 6 اكتوبر. النهارده هيكون لقاء شيق. سيادة اللواء كمال الأليوبي اهلا بيك. شكرا يا خالد، شرفنا. ربنا يخليك حقيقي، شكرا جزيلا. صدقوني لو قلت لكم ان انا سعيد فخور ان انا قاعد جنب اتنين عظماء، لان انا من مواليد 70، قعدت 3 سنين. الحرب دي هي اللي خلتني النهارده وخلت كل الاجيال اللي موجوده النهارده تعيش في سلام وامان ومحبه وكل حاجه، حتى الخلافات اللي بتحصل. احنا عايشين في هدوء غير الحروب النفسيه او الاعباء اللي كانت موجوده من قبل سنه 73، قبل ما نحارب وقبل ما نرفع راسنا قدام العالم ونقول احنا مصر. سياده اللواء حضرتك مصاب داخل الحرب، حاجه جاي النهارده لازم اقول للناس، حاجه جاي يعني محمول على عناق، ده شرف كبير اللي تكون معانا النهارده. قول لنا الاصابات دي جت منين او ايه اللي حصل؟ هو حاجه احنا كنا رايحين عشان الثغره، فكنا دي كانت في الضفر السوار في الاسماعيليه. قبليها بشويه السواق دخل في لغم، فالعربيه طارت، اتقلبت 7 مرات في قلبه من النوم. انا وقعت بره، كنت انا بقى مقدم سيد مصطفى ومعايا 2 ضباط تانيين. فالقلبه قبل الاخيره انا وقعت، والعربيه ركنت عليا بقى بركبها لمده 2 ساعة كده. فضلت راكنه على حضرتك 2 ساعة؟ وانا تحت العربيه وهم جوه العربيه. ولا اضطراب رهيب بقى طبعا بعد كده، اضطراب هدي. عدلوا العربيه، لقوا تحتها سياده المقدم. شالوا سياده المقدم بقى، بدل ما يفردوني في العربيه لا قعدوني على الكرسي اللي جنب السواق، وجريوا على مستشفى الاسماعيليه. مستشفى الاسماعيليه قال لك لا دي مش طاقتي، يروح مستشفى القصاصين. ودوني مستشفى القصاصين، قال لك ولا نقدر نعمل له حاجه، فطلبوا طياره. جت طياره من مستشفى المعادي خدتني وديني مستشفى المعادي. وكل ده في حاله انا في غيبوبه. غيبوبه. الحكايه كلها بقى ان سيد مصطفى بقى الوحش ده، ايوه، اللي وزنه 114 كيلو، حصل شرخ في غضروف الفقرة الثابتة من قلبة العربية من أول خبطة. فعملت شرخ كان طوله. كان يوم كام يا سيادة اللواء الكلام ده؟ يوم كام من الحرب؟ 14/10، بعد 8 أيام من الحرب. بعد 8 أيام. طب قول لي لو احنا التاريخ شوية ورا، يعني لازم بس نوري الناس مدى عظمة حرب أكتوبر، ما قبل حرب أكتوبر، والناس منتظرة والجنود عايزة تحارب والناس كلها عايزة تعبر. ما كانش حد عنده الفكرة دي، لكن كان الفكرة كلها في القيادة السياسية أو قيادة القوات المسلحة. قيادة القوات المسلحة، والقوات المسلحة كلها بتشتغل من تاني يوم بعد 67 على طول. فاكر بعد 67 اللي حصل؟ ما 67 بقى الدنيا برجست، واخد بالك أنت، وجابوا بقى فريق فوزي. محمد فوزي ده راجل من عظماء مصر وراجل معلمنا كلنا. لا هو قال لك ده احسن واحد يلم قوات المسلحه. كان استاذنا في كليه حربيه، هو كان مدير كليه حربيه، وكلنا خرجنا على ايديه. دي 67 قبل 67 قبل 67. انا عايز اعرف يعني سريعا، لازم ناخد لقطه بس بعد 67 واللي حصل من 67، ومصر ازاي بتحضر والجنود ازاي بتحضر بعد خساره، وازاي تقوم لمكسب عظيم زي ده. بالظبط، هو بعد 67 على طول ابتدينا، الرئيس عبد الناصر ابتدى يعد لحرب الاستنزاف. كويس. ابتدينا احتلينا الجبعه، وابتدى الجيش يتكون تاني من جديد. معظم الجيش يعني اتفكك. تمام. ابتدى يجي لنا مساعدات من بره، طيران، وابتدى يجي لنا مدرعات.
وبعدين للاسف الروح كنا بيجيب الكلام ده علانيه قدام الناس، بنسحب بنسحب نجيب الكلام ده مدرعات وطيارات عشان نحارب، ولا الكلام ده كان عباره عن حاجه لا سريه؟ لا، بتكون الجيش من جديد. بتعد الجيش الجديد للحرب. تمام، تعده للحرب. فكان تدينا بحرب الاستنزاف. تمام، حصل اول عمليه ان هي بقى يعني اللي هي ادتنا نفس شويه ان هي موضوع راس العش. تمام، راس العش كديب الصاعقه ولا سرير الصاعقه، ما كانش كديب الصاعقه، سرير الصاعقه، ودخل مدرعات على برج فؤاد وتصدت لها سرير الصاعقه ودمروا كل المدرعات وخدوا اسرى منه كمان ما شاء الله. بعدها مباشره حصل موضوع ضرب المدمره ايلات، لانشات الصواريخ المصريه في مدمره اسمها ايلات، مدمره ايلات من قطع من اقوى قطع البحريه الاسرائيليه، هو اتعمل عليها فيلم، دخلت على ميناء بورسعيد، الرادار جابها، طلع لها رنشات صواريخ بياد الله يرحمه لطفي جد الله، نقيب لطفي جد الله والنقيب احمد شاكر، ودول يعني كنا اصدقاء جدا جدا، لان يعني تعاملت معاهم في البحر الاحمر لما اتنقلت البحر الاحمر، وكنت انا ملحق على البحريه واشتغلت معاهم في البحريه. فدخلوا ضربوا المركب ايلات، طبعا عملوا فيها خسائر غير طبيعيه، غير طبيعيه يعني بحوالي اظن 200 قتيل فيها يعني. لدرجه ان هم الطيران اليهودي قاعد يلف طول الليل على اساس ان هو ياخد الجثث بتاعه، ينتشل الجثث بتاعه الاسرى القتلى بتوعهم. بس دي ايلات دي كان ليها يعني كانت اول خطوه تدينا امل ان احنا ان شاء الله بنستعد بجديه للحرب. سياده اللواء، خط بارليف المنيع اللي هنحكي عليه كتير، والفكر العظيم عند ناس مهندسين مصريين ازاي يضربوا الخط بالميه، وازاي نركب كوبري، وازاي نعدي معداتنا، قول لي ازاي ده حصل؟ هي مشكله خط بارليف كانت في ان هم عملوا الهرم بالظبط الترابي ده 22 متر كبير، وراحوا بالليل بينزل الندى، راح صابين عليه اسمنت، فبقى عباره عن ما في يعني ما تقدرش تطلع عليه اي حاجه، مش ممكن هيزحلقك. احنا في الافلام كده حاجه بصراحه، احنا في الافلام بتشوف الميه بتتضرب وبينزل الرمله وبتيجي يفتح الطريق عشان يركب الكوبري. دي بقى عايزين نفهم اللي حصل بالظبط. ما انا بقول لحضرتك ده الهرم ده اللي عملوه، وبعدين خط بارليف مش خط، ده خط بارليف ده الساتر الترابي ده اللي عاملينه، وبعدين وراه بقى بتاع ده الغام، الغام واشواك، وبعدين اشواك، وبعدين خط الخط ده كان يعني حوالي 4 كيلو عمق 4 كيلو ده مش حكايه الساتر الترابي بس، يعني مش جبل الترابي ده بس، لا لسه في 4 كيلو بنتكلم عليه، اربع تجهيزات كلها موانع تمنعك انك انت تتقدم جوه سينا. كويس، وفي نقط حصينه، وفي نقط حصينه كمان عشان تعرف الحاجات دي كلها، لو في اختراق ولا حاجه يبقى يتعامل هو. لو على كده حطوا مواسير نبل على الخط بحيث ان انت لو بتعبر. بص كمان المواسير دي ما عملهاش على الخط، هم المواسير النبل دي عملوها في القناه. بص قدامنا صوره بعد حضرتك، بس طبعا هي دي الصوره التسجيليه او هم طالعين الافلام، هم طالعين كويس بالظبط. انا بقى السؤال المهم، ازاي فتحنا وازاي فتحنا 4 كيلو قبل ما يطلعوا دول؟ ايوه خبر حضرتك الاول، هم المشكله كانت عندنا مشكلتين، الساتر الترابي ده اللي هو عباره عن سكيتنج ما ينفعش عليه كويس، وارتفاعه رهيب 22 متر مظبوط، وبعدين عاوزين نفتح فتحه عشان الكوبري للمدرعات، لا مش عشان الكوبري، عشان الناس تمشي منها. كويس، الكباري المطاطي دي بتترفد فرد لوحدها، بيعدوا بيها قناه بس. تمام، بيطلع من القناه عاوز يخش بقى، يخش الساتر، عايز يفتح، عاوز يفتح له فتحه عشان يخش منها. كويس، فالمهندس بتاعنا بتاع المهندس باقي اللي هو باقي اللي هو باقي ده كان عقيد، ما شاء الله كان عقيد مهندس في اداره المهندسين العسكريين. تمام، جاب هو فكره الترمبات الميه دي، ان هو يفتح فتحه في الساتر ده بضغط الميه، خبر حضرتك، وبعدين قبل ضغط الميه ديت ضباط من الصاعقه وقوات من الصاعقه قفلت الحته المحابس بتاعه الايه النبلم. كويس، هما كان هيفتحوا النبلم ده سدوها هيخش على القناه، سبحانك هيخش على القناه يولعوا فيه نار، بقت القناه دي نار، هتبقى خط نار، خط نار، اي حد يعبر هيحلق الاول، راح الاول هو اللي عمل قفل قبل ما اي حد يقرب، قفل
اللي هي منافذ مواسير النبل. ده سلاح الصاعقه موجود فيه ولا كتيبه غيرها؟ سلاح الصاعقه انا عارف حضرتك. سلاح صاعقه هم دول الرجاله هم صاعقه والناس بتوع الاستطلاع. تمام نعم وخبر حضرتك هم اللي قفلوا. كانت الاول دي مرصوده عن طريق الاستطلاع فرع الاستطلاع بتاع المخابرات الحربيه. كان معروف متحددين اماكن الاماكن بتاعت النبالم دي. كويس. بتوع الصاعقه راحوا قفلوا النبالم ده لما جم يشغلوه ما فيش النبالم نزل القناه الحمد لله رب عشان يولعوا فيه نار عشان يبقى خط نار قبل ما توصل انت تستر التراب القناه نفسها الميه نفسها. تمام وحضرتك فدي اتقفلت وبعدين ترمبات الميه عملوا ضغط الميه يضرب في الساتر عملوا الفتحات اللي طلع منها الجنود اللي انت شايفهم دول والمقاتلين كلهم ما شاء الله. سياده اللواء كمال لازم بس هنربط حاجه معينه الحياه الرياضيه 67 لغايه 73 وفوز نادي الاسماعيلي ببطوله افريقيا. أيوة. يعني كان في حياه رياضيه. نعم. كنا احنا فين؟ كنا احنا بنحضر الحرب وبندي ايحاء للناس احنا حياه عندنا عادي مفيش مشكله. هو كان في الرئيس السادات رحمه الله عليه عمل يعني خطه خداع بحيث يخدع العدو ان احنا مش يعني جثه هامده مش هنقدر نعمل شيء. كل العالم كان عارف كده. فكان كده هي كان يعني كان خطه محكمه الحقيقه يعني وننفذها على قفص يعني اصلها كثيره جدا جدا. تمام. فكان الحركه الرياضيه برضو يعني موجوده بس قليله ما هياش بالمنافسات اللي هي كانت بالقوه اللي كانت قبل الحرب او بعد ما وصل بعد الحرب. ده بالنسبه للقطاع الرياضي يعني. قطاع الرياضي. لكن الرياضه القطاع العسكري كنا بنستعد استعداد رهيب بالنسبه لل حرب الاستنزاف وبعدين للعبور الكبير يعني. طيب بص انا 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 في كلمه لازم الكلمه دي شخصيا انا شخصيا بتنتبني من رئيس السادات يعني بتخليني فعلا حاجه مختلف في الحياه. عايز اسمح لكم لان هنتكلم عليها كتير بعد ما كسبنا الحرب. والرئيس السادات قال ايه بالظبط في مجلس الشعب وقال ايه للناس بالظبط هنسمعها وترجعوا لنا مره ثانيه. لنتمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس أمير الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. في ضباطها
ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح. أقول باختصار إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. عظيم الرئيس السادات، عظيم بجد طبعا، يعني عظيم عظمه برجاله، برجاله القوات المسلحه، برجاله اللي حاربوا، برجاله اللي اثروا في الحياه المصريه، اللي غيروا تاريخ مصر. انا كل ما بسمع الكلام ده جسمي فعلا بيقشعر. سياده اللواء كمال، الرئيس السادات قال كلمه مهمه جدا، افقدت العدو توازنه خلال 6 ساعات. وده اللي حصل فعلا، ده اللي حصل، ان جولدا مايير طلبت امريكا وقالت له الحقني انا خلاص بضيع، اسرائيل ضاعت خلاص بتروح. لا اسرائيل ضاعت، بس دي ارضنا، اللي هتحتل خلاص دي ارضنا. طبعا، بس احنا ما دخلناش، يعني 6 ساعات كنا فعلا العدو مش مفيش اتزان ليه خلاص خلاص اطلاقا، لا وبالتالي علاج مش اي لغوشه. قول لي هقول كلمه سياده اللواء سيد، والكلمه دي يعني بتقطع في قلبي لو حاسسها. فقد العدو المتغطرس توازنه الى هذه اللحظه واستعادت الامه الجريحه شرفها. ما قالش كرامتها، شرفها. كلمه صعبه، كلمه ثقيله قوي. رئيس السادات ده يا كابتن، رئيس السادات راجل مثقف وراجل شاعر وكاتب، ربنا يحفظك، فهو بيعرف يقول ايه الكلمه اللي بيقولها. يعني راجل تقعد معاه تحس انك انت قاعد قدام موسوعه، ربنا يحفظك. والراجل ده مؤمن جدا بمصر، وراجل تاريخه العادي، راجل اتسجن وراجل اطرد من قوات مسلحه، وراجل انضم للتنظيم الضباط الاحرار. يعني تاريخه الوطني مشرف جدا. وبعدين هو عنده ثقه في نفسه جامده جدا. وبعدين اختار كلمه الشرف مش الكرامه. ما الشرف اصعب. الشرف اكبر حاجه تجرحك. صح، الشرف والدين دي حقيقه، حاجتين دول مستبعدين تماما من اي واحد. تصير اي واحد ممكن يتنازل عن اي حاجه ما عدا شرفه ودينه. بس كمل كلامه، قال هو تغيرت الخريطه السياسيه للشرق الاوسط طبعا. وان كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز ايمان، فان الواجب يقتضينا ان نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الامه ثقتنا المطلقه في قواتنا المسلحه. نعم، الحقيقه الناس اللي نفذت الكلام ده مستحيل. جميع الخبراء العسكريين في العالم كله قالوا ان مستحيل ان حد يعبر هذا الخط. الروس قالوا القنبله الذريه، انسى الموضوع ده خالص يعني. عشان تهد خط برلين. شهاده اللواء كمال برضو في كلمه رئيس قالها مهمه. قال ايه؟ ثقتنا في قيادتها التي خططت. ليه ما نسبش ليه، مع ان كل العالم يعلم ان رئيس السادات طبعاً هو يد في الموضوع، يكفي انه خد قرار، بس شاور القرار على الفريق احمد اسماعيل. نعم، كان هو الفريق ساعتها. أيوة، كان وزير الحربيه والقائد العام للقوات المسلحه. نعم، وشاور عليه قدام الناس. نعم، وراجل وقف. نعم، وقام الدليل التحيه العسكريه. نعم، ازاي روح رئيس السادات ما بيقولش انا، مع ان دي حاجه عظيمه جدا. نعم، وبيشاور على وزير الحربيه بتاعه، لان الفريق احمد اسماعيل الحقيقه خد، هو الراجل ده قاسى كتير، فريق احمد اسماعيل قاسى كتير. هو كان حاصل ايام الرئيس عبد الناصر في عمليه عملوها اليهود في الزعفرانه، وخدوا رادار من الزعفرانه، فالرئيس عبد الناصر شاله من الجيش. تمام، رجع الرئيس السادات لما مسك الحكم، رجعه رئيس جهاز المخابرات الحربيه. فريق احمد اسماعيل، وبعدين قام عيونه قائد عام للقوات المسلحه. تمام، فهو اللي خد، اللي ابتدى يعد للحرب، هو والفريق عبد الغني الجمصي، فريق سعد الدين الشاذلي رئيس اركان الحرب والقوات المسلحه، اللي هو فؤاد نصار رئيس المخابرات، دول ابتدوا يعدوا الخطه العامه للحرب. فاهم ازاي؟ ابتدينا احنا بقى، الخطه اتوضعت وكل شيء، ابتدى التدريب على تنفيذ الخطه. كنتوا بتتدربوا ازاي؟ يعني التدريب كان، هو كان مش عارفين ميعاد الحرب، ده اللي احنا عارفينه. أيوة، معاد الحرب ده طلع كده الساعة 2، يلا توكلنا. نعم، على الله. نعم، طب كنت بتعد ازاي الحماس والروح، وبتعد على اي اساس؟ يعني لازم اي حاجة ليها هدف. شوف، زي سيادة اللواء سيد ما قال ان الجيش المصري والبني ادم المصري اصلا ما يتكسرش بسهولة. دي حقيقة.
فكان كل واحد فرد على الجبهة سواء أو جيش في داخل الجبهة الداخلية كله بيعد للحرب ومتوقع أن لابد أن يحصل حرب على أساس أن احنا نرد سينا ونرد كرامتنا فعلا زي ما الرئيس قال وشرفنا زي ما الرئيس قال. فابتدينا فعلا نعد للحرب بتدريب قاسي جدا 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 على جميع أسلحة الجيش والرجالة. ابتدينا عملنا أولا كان من ضمن الحاجات المؤثرة جدا جدا في الحرب الدفاع الجوي، سلاح الدفاع الجوي. تمام. تبناه الفريق الفريق محمد علي فهمي. ايوه اللي هو محمد علي فهمي. محمد علي فهمي وابتدينا نعد فعلا قواعد الصواريخ. كان خط القناه ده كله اتغطى بقواعد الصواريخ بحيث ان جت رساله من قائد سلاح الجو اليهودي. قائد سلاح الجو اليهودي قال ان ادى تعليماته للطيران في الجو اليهودي ما يتقربش من القناه بمسافه 15 كيلو لان اي طياره هتعدي هتضرب حاطط الصواريخ المصريه. فدي كان من ضمن الاعداد للحرب اللي يعني ربنا وفقنا فيه وانتصرنا في الحرب. طيب سياده اللواء، صيام رمضان، ناس هقول لك الوصف بالظبط وعايز حاجه تفهمني انا مش قادر افهم لغايه وقتنا هذا الكلام اللي انا بقوله ده، ازاي بني ادم يقابل عيلته يسلم عليها ويروح على الجبهة وهو عارف وهو بيسلم على عيلته ان هو مش راجع؟ قول لي العقيدة ايه؟ يعني الناس النهاردة بيقول رجالة اكتوبر في فعلا كان عندهم عقيدة مختلفة عننا تماما، وده لازم نقول ده نديهم حقهم. يقول واحد بيسلم على اسرته وولاده نايمين قدامه وبيسلم على مراته وبيمشي ممكن ما يرجعش تاني. قول لي ايه العقيدة دي؟ اشرحها لي. انا قلت لك من اول خالد باشا ان المصري بالذات لازم حاجتين ينجحوه، يحب الحته دي، بيحب المكان ده، واخد بالك انت؟ نمره اتنين ان عنده ثقه جامده جدا في ربنا انه ينصره. لو مؤمن بيهم الحتتين دول خلاص الراجل ده لو راح ما رجعش هيبقى شهيد. ايوه تمام، بس انت ولاده نايمين قدامه، مراته بيسلم عليها ويقول لها انا رايح على الجبهه وعارف ان هو ممكن ما يرجعش، طبيعي عادي كلكم كنتوا كده. ده في اي ماموريه ما انت تروح ما ترجعش برضه، ما يسكن في اليمن في سوريا في اي حته في اي مكان ما انت معرض لدي يا خالد. انت راجل شغلتك ان انت روحك على ايدك بالظبط، روحك على كفك. لازم نقول كده. انت راجل عملت واسطه. انا لما جه يقول لي خد شيك التعويض قلت للفريق الجمصي الله يرحمه رحمه الله عليه مفيش داعي ابدا لحكايه التعويض دي، كلمه بايخه جدا. انا راجل دخلت كليه حربيه بخطري، مش هقول لك بواسطه، دخلت كليه حربيه بخطري. لا كان زمان انا داخل كليه حربيه لان انا عاوز ابقى ظابط. تمام. واخد بال حضرتك ومؤمن بالكلام ده، وشغله الظابط ايه؟ ان هو يدافع عن البلد دي. وانت كان ده العقيده. دي وظيفتي. وده العقيده لحضرتك. جميع الجيش كله. ده عقيدتي انا لوحدي، عقيده الناس كلها الموجوده. تمام. الناس كلها موجوده عارفه ان هو داخل كليه حربيه عشان يبقى ظابط، وشغله الظابط انه يدافع عن البلد دي، عن حدودها وعن ارضها وعن امنها. وعن كل حاجه دي مسؤوليتك. انت سعيت ورحت. يعني كان زمان بيقول لنا العسكري المجند ده امانه عندك. لكن الشاويش المتطوع والضابط اللي داخل الجيش كليه حربيه او كليه عسكريه ده راجل هو المسؤول. المسؤول ليه؟ لان هو عمل واسطه عشان يخش هنا. المكان ده بيحبه وعاوز يخشه. سواء دخل بمجامله او دخل بمجهوده او اي حاجه، انت بتختار المكان ده. المكان ده ايه؟ عباره عن ايه؟ ان انت راجل بتدافع عن الوطن كله. الوطن ده هو زي وزي ولادك زي عيلتك زي كل الناس. فانت راجل داخل بتحارب، بتحارب لان وظيفتك انك تحارب. فانا بسلم على اولادي لان ممكن ما ارجعش فعلا. دي حقيقه. واخبار حضرتك عادي جدا. دي بس حقيقة. انا بدافع عنهم. وشرف لابوهم لو ابوهم استشهد ده شرف لي. دي حقيقه 100%. شهيد بس مش ميت يعني. لا ما فيش ميت ده شهيد. يعني وما اعظم الشهداء في البلد. انا بالمناسبه يا كابتن خالد اقول لك على حاجه. كان عندي ملازم اسمه محمد اسماعيل رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. محمد اترقى ملازم اول يوم 1 اكتوبر. كويس. فجاء قال لي يا فندم نفسي انزل اوري اهلي وانا بالنجمه الثانيه على كتفي. اديته تصريح نزول. رجع محمد اسماعيل يوم 20 اكتوبر، كنت انا بصاب وهو بيستشهد. سبحان الله. الحاجه الثانيه كان عندي في وحدتي عساكر عامله غيابات. يوم 6 اكتوبر مجرد ما نهت الحرب كان عندي 7 عساكر عامله هروب وغيابات. بقيت 7 عساكر موجودين في قلب الوحده. موجودين في قلب الوحده. جايين جري. موجودين جري في قلب الوحده. قول لي امتى سياده اللواء حسيت ان مصر
رجعت لها شرفها مره تانية في الحرب في اي وقت. في بمجرد الحرب ما انتهت خلاص والانتصار العظيم اللي عملناه هو ده. هو ده طبعا مش طبعاً. اول ما طلعت الطيارات المصريه واول ما عدينا الجبهه واول ما رحنا طبعا ده ادانا ثقه، ادانا ثقه 100% مش عاوزه كلام ثقه لان بقول لك الساعه 2:05 طلع الطيران دمر كل القواعد الجويه بتاعتهم والرادارات بتاعتهم والكلام ده كله نقطه الاتصالات وكل شيء. ثقه اللي هو سيد قول لنا الساعه 2 الظهر يوم حرب اكتوبر كنت بتعمل ايه؟ انا كنت اهميها في القاهره هنا ما كنتش موجود على الجبهه. كويس. بس طبعا رحنا مع الناس دي ورحت الجبهه بعد 6 اكتوبر. انا رحت الجبهه بعد 6 اكتوبر بعد ما اتعملت الثغره في الدفرسوار. كويس. هم قالوا عاوزين الضباط اللي في الادارات نقلت. لا الضباط اللي هم في الادارات اللي معاهم صعقه ومظلات يروحوا يقابلوا رئيس اركان حرب القوات المسلحه. كويس. ايه اللي حصل؟ عشان ياخد منهم مجموعه يعمل بيها مجموعه الشاذلي. كويس. اللي هتروح تسد الثغره دي. تمام. فانا كنت اميه في هيئه الشؤون الماليه كنت مصاب قبل كده وبعدين رحت بقى هيئه الشؤون الماليه لان معايا بكالوريوس تجاره كمان اصلا. تمام. رحت هيئه الشؤون الماليه فهم يلموا الضباط اللي في الادارات وبتاع لان الباقيين كلهم كانوا في الجبهه. تمام. فخدوا الضباط اللي هم واخدين صعقه ومظلات عشان يعملوا مجموعه اسمها مجموعه الشاذلي. كويس. عشان تقفل الثغره دي. تمام. فانا كنت في المجموعه دي. كنت في المجموعه دي. قول لي يا سياده اللواء عارفين احنا الجيل بتاعنا يعني مع احترامي طبعا انتوا جيل عظيم عبد العاطي صيد الدبابات. نعم. مش في اكيد امثال زي عبد العاطي كتير كتير اكيد قول لنا في امثال معينه ممكن تقولها لنا عليها اسماء معروفه ولا كان الناس بتروح بقلب مختلف؟ والله انا اقول لك على حاجه اللي انا صبت يوم 20 اكتوبر وقف اطلاق النار كان يوم 24. كويس. احتلوا اليهود حاولوا يخشوا السويس ما عرفوش يخشوا السويس كانت طلعت المقاومة الشعبية والوحدات الجيش اللي موجودة في السويس محاصرة في السويس وعملوا ملحمة بحيث ان هو فجروا كل الدبابات اليهود اللي دخلت السويس او على مشارف مدينة السويس ويعني ما قدروش اليهود يخشوا السويس. حاجة تانية برضو لما دخلوا برضو دخلوا على جبل عويب على ما اظن جبل عويب او جبل في السويس نزلت القوات الخاصة المصرية صعقة ومظلات بقوا يدبحوهم دبح 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 ما شاء الله. مان مان كان منظر عظيم طبعا شيء ما حصلش في اي جيش من جيوش العالم يعني هذا كلام يعني فكان حاجة جميلة الحقيقة يعني ملحمة. سيادة اللواء كان عندنا حضرتك وكان عندنا اللواء سيد مصطفى مين تاني كان جوه النادي الاهلي نفتكره؟ طبعا انا ما حضرتش لا كتير اكيد كتير. انت اسماء عندك كتير كتير مين بقى قول لنا؟ يعني اقول لك اللواء طبيب محمد حسني حمزه. كويس. كان بيلعب ده كان قائد الكتيبه الطبيه في الجبهه. كويس. الكابتن عزت ابو الروس. كابتن عزت ابو الروس كمان امال. تمام. اللواء رفع سلامه العاب قوه كابتن النادي العاب قوه اللواء شوقي عبد الشافي. تمام. شوقي اللواء محمود محل علام. كويس. اللي هو سعدي مرجان. تمام. مظلات ابو محمد مرجان مدير عام النادي. تمام. اللي هو عبد الوهاب مبارك. مين اللي هو محمد معتصم. اللي هو محمود احمد علي. كل دول محمود احمد علي الاولمبيه الباسكت. الاولمبيه وكان اللي هو مهندس نبيل اسماعيل. يعني كان في بعدين بقى في اللي استشهدوا بقى بعد كده اللي استشهدوا يعني الكابتن محمود يعني مش ماتوا في الحرب بعد الحرب الكابتن محمود السايس. كويس. الكابتن سيد صادق سباحه عندنا في النادي طبعا كابتن سيد الكابتن محمود محرم صعقه الكابتن سمير زاهر احمد اعضاء النادي الاهلي احمد هنداوي اللي هو محمد عبد اسماعيل محمد عبد اسماعيل كان مسك مدير النشاط الرياضي ايوه كان مسك النشاط الرياضي بعد كده ثلاث ساعات لعيب ايوه بالظبط لسه طالع بقى احمد محرم كان مدير النادي محمد محرم كل دول كنتوا بتقابلوا اتقابلتوا جوه الجبهه ولا كلكم انتوا من الخلفيه من بره يعني؟ لا هم كانوا معانا يعني احمد محرم ده كان معانا في الصعقه كمال حضرتك الباقيين دول كلهم تلاقيها مع كمال هنا ايوه نعم كلهم في قوات مسلحه وكلهم ابناء نادي الاهلي ناقص اللي هو فاروق عبد اللطيف كمان اسف فاروق عبد اللطيف فاروق عبد اللطيف مال كان قائد مدفعيه في الجيش الثالث ما شاء الله مال قول لي يا سياده اللواء الساعه 2 الظهر ضربت قول لي شعورك ايه لما الحرب اتعلق اعلان حرب دي نفسي حاجه كانت مفاجاه للجميع نفسي تقولوا لي اولا هنرجعك ورا كتير اللي منتظرينه بقالنا كام سنه اللحظه اللي منتظرينها بقالنا كام سنه البلد كلها كانت مستنيه الوقت ده اليوم ده البلد كلها اليوم ده لما حصلت الحرب 73 ما سمعتش عن حاله سرقه واحده حتى الحراميه بطلوا يسرقوا
مفيش حادثه عربيه يعني ايه الحريه وطلب الاسراء ومع اللي دي شرف البلد كله. واخد بال حضرتك؟ وبعدين هي كان قمه المفاجاه للناس كلها ان خبر الحرب ده لم يعلمه حد حتى اسرائيل نفسها. كانت تايهه ما تعرفش الميعاد ده. ما هي هم المفاجاه دي كانت 90% من النجاح. طبعا 90% من النجاح. ودهاء السادات هو اللي كان صاحب الفكره دي. التمويه كان ليها دور. دي بقى هي النجاح كله. خبر حضرتك تمام. ان احنا نفسنا كضباط في قوات مسلحه او كناس في قوات مسلحه ما كانش يعرفوا ميعاد الحرب. خبر حضرتك وحدات كتيره ما كانش. وبعدين الفرحه كلها جت. وبعدين الناس كانت في حذر لان في 67 كانت بقى الطيارات عماله تقع من الاذاعه بس. لكن احنا كنا مستنيين بقى لان النتيجه قدامنا. والعالم كله ده حرب 73 دي بتدرس في جميع كليات العسكريه في العالم كله. رئيس السادات قال كده برضه. لان الناس كلها خالد باشا كانوا كل الناس قال لك مستحيل حد يعدي الخط ده. مستحيل. اللي هو سمير فارق كان على التلفزيون امبارح واتكلم على كان هو بيدرس في انجلترا كليه عسكريه في انجلترا. فبيحكي على معركه المنصوره الجويه. كويس. اللي كان فيها 200 طياره. 80 طياره مصري مقابل 120 طياره يهودي. في المنصوره. فوق المنصوره. دي بلدنا. ايوه. دي بلدنا بس. بلدي وبلدك. بلدي وبلدك بالظبط. اتفضل. فاسقطنا لهم على ما اظن 28 طياره. والباقي كله هرب تاني. فدي بتدرس في الكليات العسكريه على مستوى العالم كله معركه المنصوره الجويه. وده طبعا قام بها نسور الجو المصريين حاجه شيء يشرف يعني حقيقه. طيب قول لي يا سياده اللواء يعني في كنا على طول اجواء اجواء حرب اجواء على طول في الوقت ده بعد ما خلص الحرب بدانا الحياه ترجع مره تانية ولا بدات الحياه تاخد سنه يعني كسبنا الحرب و73 وطلعنا بحاجه عظيمه قدام العالم بقت الاجواء ترجع زي في مصر تفتكر الايام يعني دايما بعد النصر يا خالد بيبقى في فتره يعني فتره انتقاليه كده انت كنت فين وبقيت فين. فدي بتبقى فيه هزه في البلد كلها خبر حضرتك وفي اي حته يعني بعد ما تكون حاجه صعبه جدا وبعدين النصر بيبقى مفاجئ ده مفاجاه سعيده جدا قوي فبتبقى تخلي الواحد يعني ما مش فرحان بس مش عارف فرحان ليه خبر حضرتك لكن هو من جواه شاف حاجه بعينه وحس بيها ان كرامته رجعت له شرفه رجع طبعا خبر انت فدي بتبقى جوه النفس نفسها الناس كلها بتهني بعض وعماله تبص في بعض وكده دي حاجه كان في احتفالات في مصر كلها طبعا لان احنا كنا نفسنا وصلنا لمرحله خبر حضرتك البلد كلها حصلت تقارير العالم عماله تقول ده مستحيل وده مش مستحيل ده بتعمل احباط جامد جدا لما يجي بعدها النصر بتبقى امل زي ما انا مغلوب في الكوره وفي الوقت الضايع اجيب جول الجون ده بقى بيقيسه كتير جدا بيسكت الناس كلها بينسيك الساعه ونص اللي فاتت يا حبيبي احنا بعد الحرب يا كابتن خالد كنا بنمشي يعني خجلانين من اللي حصل كضباط جيش بعد النكسه مباشره بعد 67 كنا بنمشي يعني مكسوفين من طب انا عايز احكي لك حكايه وانا صغير في 78 تقريبا يعني كان عندنا سينما اسمها سينما سفنكس سيفي سفنكس فكان زمان في افلام حرب أيوة. فكان بابايا اخذني عشان يوريني ايه حرب اكتوبر انا كنت لسه صغير فوداني اتفرج على الرصاصه اللي تزال في جيبي تفتكروا طبعا الفيلم ده أيوة. والحرب والناس أيوة. يعني مدى الناس كانت متاثره بالحرب اكتوبر وكانوا بيزوها على الافلام والقصص دي كلها عشان يحكوا الحكايات بتاعت حرب اكتوبر اتفضل نعم وده حقيقه ده حقيقه كان شرف انا افتكر كان في فيلم سينما ريفري دخلته اسمه عملت ايه في الحرب يا والدي حاجه زي كده وكان الناس ابتدت تتريق على ان الرئيس السادات مش قادر ياخد قرار الحرب دي حاجه قبل الحرب وبعدين الرئيس سادات كان في موضوع الضباب والضباب هو الكلام والاضرابات الجامعه حصل فيه مناوشات كتيره يعني الشعب عاوز يحارب شعب مكسور وهو ساكت هو ده هي دي قمه النجاح بيخطط في هدوء تام بيشتغل 24 ساعه هو في صمت ومع ناس خبراء كويسين جدا بصراحه يعني وناس على كفاءه عاليه جدا وهو الذكاء هنا ان انت زي ما انت راجل كنت لعيب هاندبول وعارف طبعا المدرب شرطه ان هو كل تشكيل لكل مباراه خبر حضرتك وهو راجل السادات عامل فريق
بيشتغل ولا فريق فعلا. ولما شاور على المشير احمد اسماعيل بالمناسبه عظيم. المشير احمد اسماعيل ده بقى بلديات انا كمان شرقاوي يعني. شرقاوي سياده اللي هو عايز اقول لك حاجه، لو قعدنا من هنا لغايه اخر عمرنا كلنا هنفضل فخورين بهذه الحرب، وهي علامه بارزه في تاريخ مصر كلها. نعم. نفسي تدي كلمه للشباب المصري للي جاي، تقول لهم ايه، تنصحهم بايه من واقع خبره شخص لواء عاشر الحرب وعاشر النكسه وعاشر كل الحاجات الاوليه في مصر، تقول لي الشباب المصري النهارده وتنصحهم بايه للمستقبل عشان مصر نروح في حته تانية كلنا. اهم حاجه ان احنا نحب بعض. نحب. اهم حاجه. شايف ان احنا نحب في البلد. بصراحه. لازم نحب بعض. دلوقتي الجار مش عارف ايه اللي بيحصل في الشارع اللي جنبه. وما بيشغلش نفسه باي مشاكل الناس دي كلها. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني ايه؟ يعني احنا لازم انا اعرف حاجه اعملها، انت تعرف حاجه تعملها، دي اعرف كذا، البلد تقوم. تمام. ولازم نحب بلدنا، ولازم نفتخر ببلدنا دي. لازم يبقى لنا جوانا احنا ان احنا بلد عظيمه، احنا اول فلاح ربنا خلقه على وجه الارض مصري. خبر حضرتك، احنا اول برلمانات للعالم. احنا تاني سكه حديد في العالم، ليه ما نعلمش ولادنا ان احنا بلد عظيمه وبلد لها تاريخ. وخبر حضرتك ولاد وبلد ممكن تكسب اي حد. طالما في ايمان وطالما في تصميم وطالما في حب لهذا البلد. يا رب نتمنى هذا. يعني كلمتين سياده اللواء سيد مصطفى بيقولهم، صدقوني الكلام ده خبرات متراكمه، سنين عظيمه، سنين فيها انكسارات، سنين فيها افراح، سنين فيها احتفالات بحرب اكتوبر، سنين شاف دي خبرته في حياته. لازم نقول ونامن بكل الكلام ده. سياده اللواء كمال، يا ريت تقول لنا برده كلمه لشبابنا النهارده على ارض الواقع بعد التاريخ العظيم اللي حضرتك موجود فيه. اقول للشباب ان هو لازم يكون عنده ثقه في الله سبحانه وتعالى وفي بلده وفي قيادته. ويعرف كويس قوي ان المصري قادر على يفعل اي شيء يريده هيعمله. بس بالثقه في النفس. والحرص على البلد. يعني التيارات اللي حاصله اليومين دول وبتحارب البلد وبتحاول تسقط البلد، لازم نوعى لهذا الامر يعني. ولازم نكون حريصين على بلدنا بحيث ان احنا بلدنا دي تصبح زي ما احنا عاوزين كلنا، احسن بلد في الدنيا. يا رب. نعم. يا رب. سياده اللواء سيد مصطفى، والله سياده اللواء كمال، انا صدقوني لو قعدت اوصف من هنا لغايه اخر عمري ان انا قعدت مع اتنين ابطال، اتنين اصحاب انجاز عظيم حصل في البلد، صدقوني مش هقدر فيهم حقهم. مهما اتكلمت، مهما كلنا اتكلمنا عن حرب اكتوبر، مش هنقدر نوفي هذه الرجال هذه القيمه، قيمه كبيره صدقوني من تاريخنا. هنصنع الحاضر بتاعنا والمستقبل بتاعنا. هم الاساس، هم اللي ادوا امل لينا في الحياه مره تانية. من غير حرب اكتوبر ما كناش قاعدين في الاستوديوهات وقاعدين في حياتنا الطبيعيه وقاعدين مبسوطين. سياده اللواء شرفتني ونورتني، يعني سعيد اني كنت معاك النهارده. ربنا يكرمك. اسمح لي بس يا كابتن بكلمه. اتفضل. ان نوجه تحيه لاولادنا اللي بيحاربوا في سيناء دلوقتي. تمام. حرب تحرير سيناء. يا رب. ودول كلهم ابطال، و يعني يا رب ربي يرحم الشهداء اللي فيهم، وربي يصبر اهاليهم واولادهم اللي استشهدوا. يا رب. وربنا يريد الخير لمصر دايما ان شاء الله. يا رب. الخير لمصر من هنا بنقول، الخير لمصر نقول تحيا مصر. يا رب مصر دايما العلم مرفوع، رايه مرفوعه، دائما الى الامام، دائما الى مستقبل مشرق. يا رب. تحياتنا وكل شكر وفخر من السيد الرئيس لرئيس السادات رحمه الله عليه، لكل ابطال حرب اكتوبر اللي وقفونا النهارده وقعدونا في الاماكن دي، نشكرهم شكرا جزيلا، تحيه تعظيم ليهم. شكرا والى اللقاء. شكرا.